في بداية المشوار. ألف مبروك للنادي الأهلي، مجلس إدارته وجهازه الفني واللاعبينه وجمهور النهارده اللي شرفنا بصراحة من أول المباراة لآخر المباراة. بنحيي المنظومة الرياضية للنادي الأهلي النهارده، الفوز وأداء كمان من خلال شوطي المباراة. النادي الأهلي استغل كل الفرص اللي جات له، يمكن أضاع أكتر من حوالي 6 فرص في الشوط الأولاني، لكن الشوط الثاني قدر انه يسجل هدفين، هدف لنصر ماهر البديل الكف، ثم الهدف الثاني ضربة جزاء لعلي معلول.